مشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهارده فيديو جديد معايا عن توقعات الابراج. انا مريم. توقعات الثلاثاء الموافق 10 اكتوبر 10/10/2023. النهارده هتحدد تصرفاتك بشكل كبير يوم الثلاثاء، من خلال ان هيبقى عندك احساس اكبر بالمسؤوليه اللي بتبقى بتواجهك. موقفك تجاه الاحداث هيبقى مهم جدا، خاصة اللي بتبقى بتحصل معاك وانت هتبقى في ألفة مع الشخص اللي قدامك. هتبقى عملي جدا في يومك، وفي أضرار ممكن تبقى مش مرغوب فيها هتتعرض ليها، حتى هيبقى في حالات للإرهاق، في انخراط واضح للأنشطة اللي عندك اللي هتبقى بتنشطك أكتر. خلال اليوم ده هيتم اختبار علاقات زوجية وعائلية كتير جدا، هتبقى انت حساس للغاية، ممكن تنهار عند أدنى همزة ممكن تأثر عليك في يومك ده. بالنسبة لكل الأشخاص اللي بيشتغلوا، بيبشركم يوم الثلاث بظهور لتناقضات وخلافات ممكن تبقى بتثير معلومات مهمة جدا في حياتك، ممكن تبقى كان فيها مكاين والحمد لله انت كشفتها عشان تبعد عن كل اللي بيحصل ده. هيتعين عليك بس انك تمشي النهاردة لمكان معين، تقابل شخص مهم في حياتك. هتواجه يوم صعب شوية بس انت قدها وقدود، وهتتخلص من كل الضغوط دي، فما فيش اي حاجة ممكن تبقى بتجذب انتباهك اكتر غير انك تبقى مطلع على كل الاخبار والاحداث اللي بتبقى بتحصل في الفترة دي. هتبتدي تبرز اكتر عشان تعرف تبقى واضح. النهاردة هتصبر اكتر عن نفسك وهتبلع تصرفات كتير انت تبقى مش عاجباك بشكل كبير. اسباب الفرح ممكن تبقى كتيرة، وانت ممكن تكون سبب رئيسي للفرح ده بسبب انك مبسوط في حبك. في صداقاتك حتى الشخصية من خلال معارف جدد هيبتدوا يظهروا في حياتك، والاجتماعات هتبقى مش محدودة في اليوم ده. بالنسبة لحركة الكواكب وتأثيرها، هنبقى بنركز أكتر على الاتجاه الغير موادي لينا في حياتنا للأسف، لما تبقى بتتعلق الموضوع بالماديات، علشان نحصل على تأخير في نظام شغلنا هيؤدي لاضطراب والقلق، واضح جدا هيبقى بيسيطر على الحياة. هنتواصل أكتر مع مشاكل في اليوم ده من غير حركة. هنقضي معظم اليوم في العزلة ونتأمل أكتر إننا نقوم بحاجات ممتعة في يومنا ده، هتبقى أحيانا مش مناسبة لينا عشان نحل بيها قضايا هتبقى بتسبب لينا علاقات شخصية أكتر. كل العلاقات العائلية والحب أفضل مما يمكن بالنسبة لينا. هنتكيف أكتر مع إجراءات هتبقى بالنسبة لينا في الأيام اللي جاية والبعيدة، هنبقى مستعدين ليها اكتر. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.